اهلا بكم في المنحنى الاخير والفقره المهمه جدا الخاصه بالاسنان. عايز اقول لكم انه الاسنان تورث. يعني ايه تورث؟ العنايه بيورثها الاب لاولاده، وعدم الرعايه والعنايه بالاسنان بتنتقل من الاب او الام لاولادهم. والافكار المغلوطه في الاسنان بتنتقل من الجيل الى الابناء وهكذا. لما نيجي نشوف هتلاقي حتى الاعلانات العالميه بتصر انها تنبه الاب لانه يغسل سنانه هو واولاده، لان الاولاد بيقلدوا في الاول، بتبقى ايميتيتنج جدا. يعني المساله هي الاولاد الصغيرين بيبقى مش عندهم عدم، بيبقى ما عندهمش يقين او فهم لايه اهميه غسيل الاسنان. بعد كده هم بيعملوها مع بابا وماما، لان بابا وماما الكبار بيعملوا حاجه فهم بيحبوا يعملوها زيهم بالظبط. وقدامهم بدات الاطفال شكلهم جميل قوي وهم بيغسلوا اسنانهم. طبعا ده له قيمه كبيره لانه بيحافظ على السن، ويبدا الطفل يكبر وهو مؤمن وعنده يقين بان وسائل الاهتمام بالسن من غسيل واستخدام الفلوسنج اللي هو الخيوط في تنظيف السنان ده شيء بابا وماما كانوا بيعملوه، يبقى انا لازم اعمله. ده في التربيه والنشء السليم. كمان من ضمن الحاجات المهمه انه لازم الاب والام يطلعوا من دماغ ولادهم مخاوف خاصه باطباء الاسنان. في ناس كتير فاكره ان طب الاسنان فيه ادوات قاسيه حاجه زي كده، معرفش ده موجود بقى ولا ده تهريج ولا ايه. ده هل ده في منطقه من الجمهوريه من جمهوريات العالم المتقدمه؟ هل ده مثلا موجود مثلا في الدوله الاسلاميه في الشام والعراق مثلا؟ مع احترامنا ليهم، احترامنا ايه يلا. المهم يعني هل ده موجود عندهم ولا لا ولا مفيش؟ ده ممكن يعني ممكن يكون بالنسبه لهم التخدير بتاع السنان ده ولا كده. مثلا في ناس فاكره ان الاسنان بيستخدموا حاجات اشبه بكده، يعني او عندهم اعتقاد ان الشنيور اللي هو اللي بيستخدم ده، مش اسمه شنيور، الاداه اللي بتستخدم ده احساسهم بيه زي كده. طبعا احنا هنتكلم النهارده بالتفصيل على علم الاسنان والتجميل ومن الناحيه الحديثه، وهيكون معايا قيمه علميه كبيره في هذا المجال واسم لامع يعني بلا شك له تواجده الكبير وفي القاهره، والناس طبعا حجر زاويه مهم جدا. ويوم الخميس ما يبقاش يوم خميس حلو كده ولا لذيذ ولا دمه خفيف الا ما يكون ضيف العزيز موجود معايا، هو الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، استشاري تجميل الاسنان وتركيبات ثابته، عضو جمعيه دوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، ورئيس مجلس اداره مستشفى او مركز واي تي لتجميل الاسنان. اهلا بك. اهلا بيك يا دكتور، وحشني جدا. وانت وحشني اكتر. طب انا دلوقتي وريت شويه صور كده، في ناس بتخاف من السنان. لا احنا اللي شفناه ده مث يعني يعني خرافه. يعني مفيش في طب الاسنان حاجه كده خالص. ما طبعا ما احنا اللي احنا شفناه ده تهريج يعني، بس في ناس انا بقول لك على الباطن انه دكتور السنان هيعمل فيهم كده. لا احنا طبعا احنا خلال السنتين اللي فاتوا دول بنحاول نعرف الناس ان طب الاسنان وصل من التقدم انه بقى ترفيهي. يعني انت بتروح عند دكتور الاسنان كانك رايح تتفسح، رايح تاخد خدمه كويسه ومن غير الم خالص. احنا الحمد لله من البوليسي عندنا في مركز وايتي ان مفيش الم، نو بين، مفيش الم. ولو انت يعني اثناء الشغل اساسا ده في الكتب ممنوع، هشتغل ازاي؟ يعني عشان اشتغل لك ازاي هتسيبني اشتغل وانت متالم؟ ده حق رقم واحد، ده حق للمريض ان هو طول ما هو تحت ايد الدكتور ان ما يحسش باي نوع من انواع الالم تماما. اوكي. تاني حاجه بقى من ضمن البوليسي ان احنا بقينا نستخدم احدث الاجهزه اللي بتخلينا نقلل الوقت ونقلل المجهود اللي على الدكتور والمجهود اللي بيبذله المريض. فالاثنين دول مع بعض بيدوا نتائج كويسه جدا، وبيخلي كمان المريض ما يخافش بعد كده ان هو لا خلاص تبقى زياره دكتور اسنان زياره سهله جدا ومطمئنه وما فيهاش اي مشاكل. طيب احنا النهارده بصدد كالعاده التحدث عن افضل تقنيات واحدث تقنيات في عالم الاسنان. هنبدا النهارده الحديث عن الكاميرات. تمام. ايه بقى؟ الكات كام عامه. يعني الكاميرات تصوير. تمام. احنا الكات كام الاول لازم نعرف الكات كام هو كمبيوتر ايديد ديزاين، كمبيوتر ايديد مانيفاكتشر. بالراحه بقى ايه نفسرها يعني ايه؟ تمام. كمبيوتر ايديد ديزاين. والله وحشتني. من زمان ما ترجمتلكش من قبل رمضان. لا ما انا هترجم انا بقى. كمبيوتر ايديد ديزاين يعني احنا عندنا بدل ما كنا زمان بناخد مقاسات
ونبعت المقاسات للمعمل، والمعمل يقعد يعمل لها شمع وبعد كده يبنيها وبعد كده يعملها بالبورسلين. خلاص الكلام ده ما بقاش يتعمل بالايد البشريه، خلاص بقى في ديزاين اللي بيعمله الكمبيوتر. كمبيوتر ايدد مانيفاكتشر، يعني كمان اللي بيصنع كمبيوتر. يعني اللي عمل الديزاين كمبيوتر. وميزه الكمبيوتر ايه في الديزاين؟ ان هو بيشتغل زي الكتاب. يعني هو داخل له داتا بتقول له الايديال اوكلوجن مثلا بيتعمل بالشكل الفلاني، فهو عنده الداتا دي فبيطلع الديزاين، بيعمل الديزاين، بيرسم الديزاين بناء على معلومات دقيقه ومعلومات سليمه. هنا انا شلت ايه؟ هنا شلت العامل البشري من الموضوع. انت لما كنت بتتعامل مع لاب، اللاب عنده كذا تكنيشن، فكل واحد عنده كميه من المعلومات وكل واحد عنده مهاره في ايده، فبقى في اختلافات. ما تقدرش تعمل اسمها ايه كنترول، الكواليتي كنترول، انك تطلع نفس المنتج لكل الناس بنفس الطريقه الصح. ده احيانا بيحصل فيه فيلير لان في عامل بشري. هنا دور بقى الكمبيوتر، كمبيوتر ايد الديزاين، يعني الديزاين اللي معمول من الاساس معمول صح. طيب انا عملت الديزاين صح، ممكن اخد الديزاين ده اديه برضو لللاب علشان خاطر يشتغلوا، فبقى عمل ايه؟ بقى في ايد اشتغلت فيه، فممكن يطلع لي اخطاء فيه. لا، كمان رحنا اضفنا عليه كمبيوتر ايدد مانيفاكتشر، يعني اللي هيصنع هو برضو الكمبيوتر. تمام. كان زمان كانت فكره الكاميرات ان احنا بنجيب ماتيريال معينه وبنرشها على الاسنان وبنصور بحاجه اسمها بلو كام. دي الانترا اورال. احنا عندنا الاول نوعين من التصوير، كان في ان انا اخد مقاسات وتتصاب يطلع كاست، اخد الكاست اصوره. تمام. ده طريقه قديمه. في طريقه كانت اجدد، ان انا بستخدم كاميرا. بس الكاميرا دي ما كانتش زمان تقدر تصور ناتشرال او تصور السنان نفسها، فكان بالرتب الاسنان ماده بحيث الماده المعاكس من الكاميرا كاميرا. كل ده اللي ده كله دلوقتي احنا دلوقتي ليه كان صور كان فيديو عادي بس الكاميرا بيعمل سلسلة كاس جوه زي حاجه هنشوف على الصوره للحاجه الفيديو، يعني فيديو كاميرا اللي هي الناس حاجه اسمها كام ده. لا ده اسم الكاميرا هو اللي هو الجامل في حاجه مهمه. في حاجه انت شايف الرادار ده، شايف التحضير تمام. ده للاي اي لان لنا يعني الجهاز هو انا ما بعرف انا مقدر كده اقدر الجهاز يعني دكتور دكتور ده للاساس زي لان حضر لك يعني عملك رضا كده عملك لفلت رضا هو كلمه السنه صغرها السنه ممكن تصغرها وممكن تاتش صغير حسب احنا معانا لمن لا اشرب ايش في النو بريت اللي احنا اللي فيها الاسئله فيها تحت هاك للسنه وفي اللي برد من السنه برد من لو انا مش متخصص فحضر الشكل ده الشكل تمام. هنا احنا رسلنا ورقنا ايه بقى دي دي اعرف بيها اعرف ممكن اكون لك الدي لك على كرك على سي سي ار ار احنا دكاتره احنا فالجهاز ما يعرفش الحاجات اللي وناخد صوره هات والجهاز يجيب كوبي من بالتالي الشكل ده طبع طبيعي الايه ريحه
الصحيح والرساليس ليه بقى فايه بقى ان احنا عملنا هنا كومباين بينكم اول مره طلع ديزاين تيست كمبيوتر يعني مصر يعني كمبيوتر تمام مش هتتهدي مش بعمله بعمل ال تحدي تحدي برش شديد شد تاعتها تعرف من ايد عرف من عمل ديفو عمل بال صنع الكمبيوتر وتر ميلينج ميلينج يعني خار يعني خنا كمبيوتر طلع طاين عين تنافل نافل تنافل بص يا شيخ بص يا مهم يا مهم ان اللي هتفتح سن اللي هتفتح سن اللي هتفتح بنرسم بس بنرسم الفينش ده برضه مهم ده برضه في ناس في هو مش هو في التركه يعمل دير في دير فينش لايت فينش تعمل استعمل وهترك لكن لكن بايكم هتفضل حنا بقنا اكتر وبتاع وشاكل في الشاكل وتلفيلي فيلي تلفينا نفسها احنا المقا ان انا انا ان جاء تكتك حمل شيء شيء حمل التحاف عامل سلف عامل تايم اللعب فراغ دايما دايما اقول لك ايه انا لك ايه سنة متعمل سنة خل لا كتير كتير ده لازم خطط حاجه في المية في المية لازم تقول قول وانت انت وين العين يجي العين وانا بقى ثاني اطراف اقسم بس سن وبيحب وبيجي لما بيجي اسنانه بيحب اسنان الاكل بي في التنفل ففي الحاله في الحس في ايد الحس طبق دي مهمه جدا 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 اللي الشركه النقط الكوت مش جدا في التركتك في التتان من غير من شارك لك لسه لا تعمل التعمل بتاع بس ده احنا بنش نهايه ده هنا انا في السنه هنا في اظبط كود هنا انت انت بتعاب على زان التلفزيون 100% بيرفكت بقى ما يبقى كنت انت كنت يبقاش يبقاش مزاج مزاج السوق اللي جنبه اللي جنبه بيدي ادي ادي بيدي فكره بيدي فكره بصداع بيدي اه لا لا تحس انه في حاجه او فوفا لو في لو اللي يحصل ياخد امباكت باك امثال بقى فوق فاكشن فاكشن لين لين الكيبه وبكيبه السليسه لين هيبوظ هيبقى يبقى القصه يعني القصه هو اللي اساسا اساسا أو ممكن يكون منذ فراغ فكتور فكتور فراغ ما اعرفش نفسي ما اعرفتك تصاتك فيبقى في فيبقى اخر اخر مدام التك تدتك ده بتعمل كامل كده بتعمل ممكن يكون ممكن يكون برود تكون وانت كويس كويس كل ليها غير كونتاكتك الكونتنت اماميه التك بتاعتك لا ولو الفئه اللي شغال غير اللي شام كده هي مشكله احنا لازم احنا انت نعمل اعمل توري على ويب الود على الشين فلاش وبعد العين في العين بس سوي بس حط دي سنه انا دي سنه انا مركب انا بقى كل دي اللي دي كل لازم تحسبان ايه حسبان ماشين بت كوالي بس انك تكون انك تمديه دي مدتها صح داتا ومدي اساس لو الاثنين دول هتاخد هتاخد احسن عشان كده عشان كاش الجهاز كويس كاش الجهاز تعال احنا دلوقتي احنا مل الرير الاول فرضنا قوي اما المر جد الكتاب حاجه هنا حدث غير للغير غير جد لو مش عامل ريدكشن بالشكشك يبقى حاجه اثنين اما مش مادي دي قوم للراون يعني راون حجم محافي كافي تالي هي فهيت كيف فهيت يبقى انا يبقى التريش ستري اكم اكيد
البيت
طيب طيب انا هقف هنا انا هقف هات تقنيه ودقه غير مهمه قوي قوي مهمه دي مهمه مهمه دي وامان لانه يمنعكم ما هو ما هو جاي من جاي 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 بابا فيها الايد البديل بالايد في في ماشي تاخد تاخد ماشي على اللاب لاب على الفيش فيش في على ما على ما في احياء احياء في مقاسات مقاسات ماستيريال كتير في ماتير في ما الله الله كبير كتير في ال في ال في الانشن بتاع بتاع انشن مرور الوقت مرور فممكن ممكن فمقاس مقاس اللاب لاب اللاب يحصل صلا يحكج كده هو يصوب صوب هو المعنى بسنا ان بس احنا بنك احنا النس بتاع بتاع النس التقريب بيبقى واحد واحد بيبقى ما يحصل ما يحصل نص نص انت بتتكلم كلمه في التركيبه هي بحتر مشكله يعني في يعني فيله كبيره كبيره جالك فانا فانا جيت كنت كنت ده ده دقه دقه ال راح راح لو حق لو حق مقاس كويس كويس لكن هو هو لكن هو يغ يغ لان الشغل اللي لا شغل سيدي 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 في واحده 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 نقدر فيهم فيهم كوت كوت احنا خلاص خلاص احنا انتهينا هنا انتهينا هنا هنا كمبيوتر كمبيوتر من اول اول من ما ما صور صور استكنا بتثبت ثبتنا ريس ريس البرودكت ده عظيم عظيم اذا احنا اذا انا واقف اصفر هنا لانه انه لقيت سبس الحاضر حاضر الحاضر بالظبط بالظبط يعني اتصور عادي في في عادي بالنسبه بالنسبه اتى اتى البث البميل والتميل لا 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 اروح اروح احنا 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 طبعا السير سير تو تو انت بتبدا ديزاين ديزاين ال ال قبل ما تعمل قبل يعني بتني اعمل له اعمل لينك مع مع دي من دي قبل كده كده قبل كده عشان ثلاث ساعات ساعات بنصور بيه بنصور تبقى في ايد تبقى في كانها كف ايد ايد كف بعمل لين اللي بعملها وترك ترك يبدا يبدا يبني الديزاين وبن الديزاين انا بدا بدا انا بتاع الامبلمنت بتاع بناء انا انا هو جوه جوه محص ده يجي الكيك كي يجي الكيك بعد بعد الكيك خلاص انا مثلا خلاص حاجه ده ده حاجه دي دي جو جو هاد هاد مولا على مولا لاين قبل قبل لاين دي دي كده بنقول بنقول كده مكتب هي هي مكتب بتاع بتاع بت يعني 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 تلاقي تلاقي واحد راح راح واحد في حته حته مش مرتاح 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 بص ليه ليه بص ويقول لك لك مع مع ابوق يبقى يبقى ابوق اه عندي بتفكر عندي من بلعب بلعب من لما بتثبت لما من هو طلع من هو ده في يوم عم عم في ريه فتفت ريه ريه ايه ايه ريه مش موزو موزو مش العفشه فيها فيها عفشه العفشه عفشه العلب بق البق تبقى تبقى تمام تمام دي بقى بقى دي ام ام ميزه ميزه تك تك تنصور تنصور كود كود فيديو فيديو لحركه حركه مين ومين تحت تحت ال عمل غريب غريب عمل بيشتغل كده كده بيشتغل 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 وتحت تحت وتحت دلوقتي بناخد ناخد دلوقتي مين وشمال شمال مين انت السيد سيد انت في معانا في معانا والكم كم والحرب بيحرب نقط نقط الام الام اللي اللي القصص اللي قوت بتقول فجده في الفجده من خاطر من خياح الفيح الفيح ده يام يام ده يام زمان شحن شحن النقط الحط النقط النقط اللي 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 هتنزل تنزل فوق دي هم ان هم هي هي نقط القتل خلي اللي خلي حلي زيرو على يعني ما فيش اي حمل على المفصل الفك كان بيحصل مشاكل زمان قوي اما تيجي تعمل التركيبات دي لو دي عاليه اللي يحصل يبقى عندي ستريس على طول على المفصل الفك فبعد فتره تلاقيه بيحصل كليكنج لان الفك دايما مضغوط اللي هو يطقطق يطقطق يبدا يطقطق دي على فكره بمرور الوقت تعمل مشكله كبيره واضطر يعمل عمليه مكلفه جدا وعمليه كبيره جدا انا دلوقتي بص بص هنا الموفمنت مش هنا بياخد بص هنا بياخد الموفمنت ازاي مش فوق وتحت بس بياخدها السايد موفمنت كمان فبالتالي بيقدر يحدد برسايز قوي 100% انا الاوكلوجن بتاعي عامل ازاي فبالتالي انا هنا عامل حاجه مش بايو كومباتبل بس لا ده انا عامل حاجه كمان مريحه لمفصل الفك بايو كومباتبل بايو كومباتبل بمعنى بايو كومباتبل يعني متناسبه او تتماشى مع بيولوجيا بيولوجيا مع طبيعه الانسان بالظبط تمام ما تعملش هازرد ما تعملش ما تعملش مشاكل ما تعملش مشاكل بص هنا اقدر كمان اشتغل بقى على الكونتاكت دي لو هو اداني في الديزاين نقط حمراء هي هنا هي دي حمراء دي الكونتاكت العاديه لكن لما بيجي لنا الكونتاكت اثناء العض على فكره اثناء العض اللي هي بينها وبين اللي فوقيها بالظبط هنا اقدر بقى لو في حته عاليه اقدر قبل ما اعمل خالص اقدر اشيلها اريحها خالص
وتركب في بق العين ما يبقاش فيها اي مشاكل المظبوطه بالظبط. وفي نفس الوقت احيانا في ناس دكاتره بتريح دماغها ويعمل ايه؟ يعمل الكراون علشان ما يبقاش عالي يعمله واطي. تمام؟ طب انت لو عملت واطي يجي يقول لك انا لما باكل ما بعرفش امضغ على الـ على الـ على الدرس اللي انت عامله. اوكي. على فكره ده فيلير في التركيبه، انت بتعوض في الكراون بتعوض فانكشن واثاتيك. فانكشن يعني وظيفه. انا وظيفه الدرس ايه؟ ان اطحن عليه. لو ما بقدرش اطحن عليه، لو الدكتور عمله لك ما بتقدرش تطحن عليه، يبقى فيلير. الفانكشن راحت. الانتيرير قاطع بيقطع. لو مش معمول بسن وبيقطع يبقى فشل. يعني انا لازم ريستوريشن بتعوض الاثنين، فانكشن واثاتيك. طيب الحته اللي انا بحبها قوي ان احنا نشوف صور قبل وبعد. تمام. صور قبل وبعد ده دي اتعملت بالظبط تقريبا خدت ساعه من ساعه، يعني من اول ما الكيس قعد. دي السنان الاماميه برضه جزء منها كان مكسور، اتعمل لها فينير في ما فيش ساعه وكانت خلصانه وكانت وكان مستلم. ده نبر هنا لا ده طبعا فينير، فلازم يبقى فيه بريباريشن لانه مكسور. نبر يعني انا عندي السنه وده برضه كان مكسور، اتعمل له برضه فينير برضه في اقل من ساعه. هنا بقى دي حاجه مهمه جدا. هنا احنا عندنا ده امالجم اللي هو الحشو الاسود. واحنا قلنا ان الحشو الاسود فيه ميركري، في زئبق. والزئبق من ضمن الحاجات. زئبق الزئبق ده جه منين؟ الزئبق ده معدن بيسبب امراض كتير، بيسبب تسمم المكري، تهابات عصبيه، اعصاب وغثيان. وعنا بيوصل ان هو بيعمل نوبات صرع. ده في كيسز عاليه يعني. دي في بيبرز الناس ممكن تخش تسمعش كلامي انا، لا تسمع كلامي انا، لا يخش يكتب. لا ده شغل البطنه، يخش يكتب عشان يطلع. يعني ده شغل الميركري توكسيسيتي. بيعمل كام عرض في الطب؟ في عندنا حاجه اسمها توكسيكولوجي. ده عشان كده احنا بنسمي الحشوه دي الحشوه السوداء. لانها سوداء في حياه اللي بيركبها. طبعا. تمام. تسمم بالزئبق ده في منتهى حاجه خطيره جدا، بيعمل التهابات اعصاب مزمنه. والتسمم بالزئبق مزمن، ممكن يعمل صرع وكهرباء منه من الدنتال فيلينج. يعني لا يخش يقرا يلاقي ان 95% من التسمم بالزئبق من الدنتال فيلينج، من الحشوات السوداء دي. احنا استعضنا عنها بايه؟ السيرك بيعمل لنا حشوات بورسلين. الحشوات البورسلين الدراسات بتقول انها بتنجح بنسبه 95.5 خلال 9 سنين. يعني لو ركبت حشوه بورسلين نسبه نجاحها 95.5 في 9 سنين، و80% و85% في 18 سنه. ودي اعلى نسبه نجاح حشوات على مستوى جميع الريستوريشن اللي موجوده في طب الاسنان، ان انا اركب حشوه بورسلين. احنا دلوقتي بنتجه، احنا بنعمل عندنا دلوقتي في وايتي حاجه اسمها ايه؟ احنا اول كلينيك اسمها ميتال فري. ميتال فري يعني ايه؟ يعني احنا ما بندخلش اي حاجه معدنيه في التركيبات والريستوريشن واحنا شغالين. الكراون والسيرام، ما هو سيرك يعني ايه؟ سيرك تشير سايد كونيميكال استاتيك سيراميك. استاتيك سيراميك يعني ايه؟ يعني لا لازم كده قول انجلش الانجلش بتوعي. طيب واحنا بنتكلم على السيرك وبنتكلم على الكاتكام، هل بعد هذه السيفتي الكبيره في تخوفات؟ يعني هل المريض ممكن على فكره يعني هو سؤال انا عشان انا اقول لك كده يعني هو يعني انا مستغرب له لا يعني السيرك او الكات كام لو اتعمل على يعني على تحضير صح، وكان اللي شغال عليه دكتور شاطر في التحضير ودكتور شاطر في الديزاين، واللي بيعمل الديزاين يكون فاهم تركيبات. لان انا مش فاهم تركيبات هعمل الكونتاكت ازاي؟ ما هو بيديني الكونتاكت انا لازم اظبطه برضو. لو انا مش فاهم تركيبات هعمله اوفر كونتاكت او مفيش كونتاكت خالص يبقى باظ. فمفيش اي مشكله. المشكله الوحيده ان العين الكيس بس يدور على دكتور شاطر بس، مش عايز اكتر من كده. يكون عنده الجهاز والدكتور شاطر، ما فيش حاجه ثانيه. الميزه بتاعه السيرك الزياده، لو انا جيت مثلا كنت عامل فول ارش تجميلي ولا قدر الله لا قدر الله اتخبطت في سنتي واتكسرت، انا مش هعمل اي حاجه. انا هروح للدكتور هيدوس على الزرار لان الكيس متسجل على الكمبيوتر، هيقوم مطلع السنه اللي اتكسرت واركبها. انت نورتنا النهارده، ربنا يخليك. انا اللي النهارده ابيض، النهارده ابيض.
كل شكر وتقدير لضيف العزيز طبعا صاحب الترجمه الفوريه العاليه ترجم لنا الحاجات بسرعه، الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى استشاري تجميل اسنان وتركيبات ثابته، عضو جمعيه دوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، والاسم اللامع طبعا لطب الاسنان وقصان وايتي، اسم كبير في عالم الاسنان. نورتنا يا دكتور، خليكم مع الدكتور، اوعى تروح في اي حته ثانيه. الى اللقاء.